أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناتنا الإخبارية الحياة. ندعوكم للاشتراك وتفعيل الجرس ولايك للفيديو ليصلكم الجديد والحصري. دعا الرئيس السابق لحزب التيار الديمقراطي والوزير السابق محمد عبو اليوم الأحد أثناء استضافته في برنامج جاوب حمزة رئيس الجمهورية قيس سعيد إلى الإعلان عن انتهاء العمل بإجراءات الفصل 80 والعودة إلى العمل بالدستور وتنظيم انتخابات دون العودة إلى البرلمان السابق. وتطرق عبون إلى تصريحات سعيد بخصوص انقلاب بعض السياسيين على مساندة قرارات 25 بعد تلقي تمويلات خارجية، معتبراً أن عدم إحالة من تلقى هذه الأموال على القضاء أمر غير مقبول. كما اعتبر عبون أن المجلس الأعلى للقضاء قام بحماية الفساد وليس له أي ملف تأديبي في حق القضاة، لأن جميع الملفات في تفقدية وزارة العدل وفق تأكيده. وفي هذا السياق أوضح عبون أن سعيد يسعى إلى إيهام التونسيين إلى أنه خذل من القضاة في حربه ضد الفساد، مؤكدا أن رئيس الدولة يمتلك عدة ملفات حساسة ولم يقم إلى حد الآن بإحالتها على القضاء. وقال: المبررات القانونية التي قدمها أساتذة القانون الدستوري لقرارات قيس سعيد ستبقى وصمة عار على جبينهم. وتابع: هناك أشخاص في السجون فقط لترضية الرئيس. من جهة أخرى، أوضح عبون أن أحد المقربين من رئيس الجمهورية قيس سعيد اتصل به خلال شهر فيفري الماضي واقترح عليه أحد المناصب،